قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه بدءا من الرابع من مايو ستستأنف الصناعات التحويلية والبناء والبيع بالجملة في إيطاليا أعمالها. اعتبارا من 18 من مايو ستستأنف تجارة التجزئة والمتاحف وصالات العرض والمكتبات تشغيلها. وابتداء من 1 من يونيو سيتم إعادة فتح الحانات والمطاعم ومحلات الحلاقة وصالونات التجميل، ولكن يجب أن تلتزم جميع أماكن العمل باللوائح الأمنية الصارمة. أعلنت وزارة التعليم الإيطالية يوم الأحد أن المدارس في البلاد ستظل مغلقة حتى سبتمبر. قال فرناندو سيمون مدير مركز التنبيهات الصحية وحالات الطوارئ التابع لوزارة الصحة الإسبانية في وقت سابق إنه بدءا من يوم الاثنين سيكون الهدف الإسباني لمكافحة الوباء هو تعزيز الإنجازات الحالية والنظر في كيفية الدخول بأمان إلى المرحلة التالية لتحرير التدابير التقييدية. وأشارت الحكومة الإسبانية أنه إذا استطاعت البلاد الحفاظ على زخم هبوطي مستقر فسوف تنظر الحكومة في تخفيف القيود التنظيمية في المستقبل القريب. واعتبارا من 2 من مايو تسمح للبالغين بالخروج لممارسة الرياضة بمفردهم. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الفرنسية عن تفاصيل حول تخفيف القيود يوم الثلاثاء. وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب سابقا على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيقدم لوائح حول رفع الحظر في الجمعية الوطنية بعد ظهر يوم الثلاثاء. أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستخفف تدريجيا من إجراءات مكافحة الوباء على مراحل ابتداء من يوم الاثنين، حيث ستسمح لمحلات الحلاقة والزهور وسوق مواد البناء وغيرها من الشركات والأقسام غير الطارئة وعيادات الأسنان في المستشفيات باستئناف أعمالها، لكن لن يتم إعادة فتح أماكن الترفيه والتسلية في سويسرا حتى 8 من يونيو. ستعلن الحكومة البرتغالية عن جدول زمني لتخفيف القيود يوم الخميس، وبعد نهاية المرحلة الثالثة من الطوارئ في 2 من مايو سيتم استعادة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية تدريجيا على مراحل وكذلك الصناعات. بالإضافة إلى ذلك قالت العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك بلجيكا ومالطا إنها تفكر في المزيد من تحرير إجراءات المكافحة.